بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد غر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس كتاب آداب المشي إلى الصلاة. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحته ونشكر له تفضله بشرح هذا الكتاب المفيد، فجزاه الله خيرا وأهلا ومرحبا يا شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قبل أن نبدأ بقراءة المتن شيخ، حدثونا عن منزلة الدعاء في الإسلام وما هي شروطه، مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، أي أعظم أنواع العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي الوقوف بعرفة أعظم أركان الحج. والله جل وعلا أمر بدعائه، قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله الدعاء عبادة، عن عبادتي يعني عن دعائي. إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء له مكانة في الدين، والله جل وعلا أمر به ووعد أن يجيب من دعاه، فيجب الإكثار من الدعاء. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، ما زلنا في باب الدعاء: وإن شاء قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. هذا في الاستفتاح، هذا من أنواع الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا الدعاء وهذا الاستفتاح كان الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به في قيام الليل، أول ما يقوم لصلاة الليل يستفتحها بهذا الاستفتاح العظيم. نعم. ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين. نعم، يستحب لمن يقوم للتهجد في الليل أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين، ثم يكبر في تهجد بعد الركعتين. نعم. وأن يكون له تطوع يداوم عليه. يستحب للمسلم أن يكون له تطوع يداوم عليه، تطوع من الليل ومن النهار يداوم عليه، ولا يفعله بعض المرات ويتركه، بل يداوم عليه لأنه بحاجة إليه، ولأنه عبادة لله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا كان في سفر أو حدث له مرض يا شيخ؟ نعم، يصلي على حسب حاله، إذا كان في سفر صلي على راحلته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته صلاة الليل أينما توجهت به راحلته. والله جل وعلا قال: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قالوا نزلت هذه الآية في صلاة
التهجد على الراحلة في السفر، وأنه يتهجد على راحلته أينما توجهت به. نعم. وإذا فاته قضاه، وإذا فاته قيام الليل قضاه من النهار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته قيام الليل، إذا فاته الوتر بالليل أتى به في النهار وشفعه، أداه شفعا بدل أن يكون وترا. نعم. ويستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد، يستحب أن يقول عند الصباح والمساء ما ورد، ومنه اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وعليك توكلنا أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار، وما أشبه ذلك من الأدعية الواردة في الصباح. وفي المساء مثلها، أمسينا وأمسى الملك لله الواحد القهار، ويأتي بما صاحبه من الدعاء المعروف. نعم. يشكل على بعض الناس يا شيخ الله يحفظك قضية وقت الصباح، متى ينتهي ومتى يبدأ أذكار المساء؟ تبدأ أذكار الصباح من طلوع الفجر، من طلوع الفجر الثاني، وتبدأ أذكار المساء من زوال الشمس وقت الظهيرة. نعم. وكذلك عند النوم. نعم. وكذلك عند النوم يأتي بذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء الوارد عند النوم، اللهم إني وضعت جنبي إليك وأسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك، لا لجا ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك، وهكذا. نعم. والانتباه. وعند الانتباه يقول أصبحنا وأصبح، أول شيء يقول لا إله إلا الله، ثم يقول اللهم إنا بك أصبحنا وبك أمسينا وعليك توكلنا أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار. نعم. وعند دخول المنزل والخروج منه، عند دخول المنزل يقول بسم الله، وإن زاد على بسم الله فإنه مستحب، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، اللهم إني أسألك خير المولج والمخرج. نعم. وغير ذلك، وغير ذلك من شؤونه، يكثر من دعاء الله عز وجل، لأن الدعاء عبادة. نعم. شيخ صالح، يزهد كثير من الناس في المحافظة على هذه الأذكار سواء الصباحية أو المسائية وغيرها، فما الأثر المترتب على المحافظة على الأذكار؟ الأثر أن الله يحفظه في سائر يومه وليلته، وأنه يؤجر على ذلك. هي أوراد، هي الورد الذي يأتي به الإنسان ليحفظه الله ويحفظ ذريته ويحفظ ماله. نعم. والتطوع في البيت أفضل، تطوع يعني صلاة التطوع في البيت أفضل من صلاة التطوع في المسجد، لأنها تعمر البيت بذكر الله عز وجل، ولأنها تطرد عنه الشياطين، ولأنها تنور البيت. نعم. وكذا الإسرار، وكذا الإسرار به، الإسرار بالدعاء يعني يسره، هذا أحسن من الجهر. نعم. وإن كان مما لا تشرع له الجماعة. نعم. يقول وكذلك الإسرار به إن كان مما لا تشرع له الجماعة. أي نعم، الأذكار التي تشرع لها الجماعة مثل الذكر بعد الصلاة، بعد الصلاة الفريضة كانوا يأتون به ويرفعون أصواتهم، حتى قال ابن عباس رضي الله عنه وكان من صغار الصحابة، كنا نعرف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة يعني تسليمه منها إذا سمعنا الذكر. نعم. يقول ولا بأس بالتطوع جماعة إذا لم يتخذ عادة. لا بأس بالتطوع جماعة
التطوع المطلق إذا فعلوه جماعة من غير ترتيب ومن غير موعد، وإنما اجتمعوا في مكان وقاموا يصلون صلاة الليل فلا بأس بذلك. أما إذا رتب هذا فلا يجوز إلا ما جاء من النوافل أنه يصلى جماعة كالتراويح، فإنه تصلى جماعة. نعم. ويستحب الاستغفار بالسحر. نعم، استحب الاكثار من الاستغفار طلب المغفرة في وقت السحر، لقوله تعالى والمستغفرين بالأسحار، لأنه ختام الليل فيختمه بالاستغفار. نعم. والاكثار منه، الاكثار من الاستغفار يعني حتى في ساعات النهار وساعات الليل، وكل ما تعار من الليل استغفر الله. نعم. ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر. من فاته تهجده بالليل قضاه في الصباح، ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى زوال الشمس، دخول وقت الظهر. نعم. ولا يصح التطوع من مضطجع. لا يصح صلاة التطوع من مضطجع إلا لمن لا يقدر على القعود أو القيام، كالمريض وكبير السن الذي لا يستطيع، فله أن يتهجد وهو على جنبه، يذكرون الله قياما وقعودا، وعلى جنوبهم يذكر الله ويصلي على جنبه إذا لم يستطع الجلوس. نعم. شيخ صالح، ما الهدي النبوي في صلاة النوافل للرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يصليها في المسجد أو في البيت وغيرها؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تهجده في بيته ولا يخرج للمسجد إلا للصلاة. نعم. وتسن صلاة الضحى. تسن صلاة الضحى التي يسميها الناس صلاة الإشراق أو الأشراق، هي صلاة الضحى، وتبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن تتوسط الشمس على الرؤوس قبل دخول وقت الظهر. نعم. ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. هذا الذي ذكرنا، خروج وقت النهي، إذا ارتفعت الشمس خرج وقت النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر لأن ترتفع الشمس. نعم. هل يكفي ركعتين يا شيخ لصلاة الضحى على طول أقلها السنة؟ صلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم. لو صلى أربع ركعات بسلام؟ لا، يصلي قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم. وفعلها إذا اشتد الحر أفضل؟ فعلها يؤخرها يعني إلى دخول وقت حرارة الشمس قبل الظهر أفضل، صليها في قبيل دخول وقت الظهر هذا أفضل. نعم. وهي ركعتان وإن زاد فحسن. نعم، فصلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح على تفضلكم بشرح هذا الكتاب، كتاب آداب المشي إلى الصلاة، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على ما قدمتم للمسلمين. يتجدد اللقاء إن شاء الله في هذا الدرس الطيب المبارك. حتى ذلكم الحين أشكر الزملاء كافة الذين ساهموا في إخراج هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.